ننتقل للسياسي ومنبلش بالتطور اللي صار اليوم وهو زيارة وزير الخارجية الفاتيكان إلى القصر الجمهوري وأيضا زيارته إلى عدد من القيادات السياسية. كيف قرأت هذه الزيارة؟ هل هي زيارة عادية أم يعني نحن أمام مشهد أو ربما مسعى حقيقي؟ خاصة وزير خارجية الفاتيكان أعلن ردا على سؤال أنه إذا ما كان هناك رغبة من قبل الأطراف الداخلية بعقد حوار، الفاتيكان جاهز لاستقبال هذا الحوار والقيام به. هل هناك مسعى حقيقي؟ أول شيء أنا بدي بلش أستاذ آدم بموضوع القوة المعنوية الكبيرة للكنيسة الفاتيكان. نحن الحقيقة إذا حدا عم يسمعنا من الكنيسة جوا أو برا، آخر ما بحاجة له الآن هو الصلاة. صلوا من أجلنا كفاية، يعني معش حابين نسمع ولا يفترض نسمع أنه البابا يصلي من أجل لبنان والكنيسة تعمل من أجل لبنان وإلى ما هنالك. هذا كلام صار ورانا لأنه في انهيار هائل مش بس بالاقتصاد اللبناني وبمستوى حياة اللبنانيين اللي قاربت حد الفقر المدقع، في انهيار هائل في تهديد لصيغة ومعنى لبنان، وبالتالي لبنان بخطر أنه يتفكك أو يزول أو يندثر. بالتالي بالنسبة للكنيسة أي مسعى بتقوم فيه الكنيسة، بقصد الفاتيكان، لإعادة إعطاء ضخ، يعني يؤدي دون أن تقصد الكنيسة إلى إعادة إعطاء ضخ أكسجين للمجموعة الحاكمة بأي طريقة من الطرق، عبر استضافة حوار، عبر اعتبارهم وكأنه هن الأطراف شبه الرئيسيين بالبلد، عبر تجاوز ما جرى بالعام 2019 ثورة الشعب اللبناني، هذا برأيي سيساهم بتطويل الأزمة وباستمرار تحكم القراصنة بالسفينة. إذا بتكون قصدها الكنيسة هيك كارثة، وأنا بشك أنه قصدها هيك، بس إذا بتكون عم تعمل هيك وما بتعرف نتائج هذا الموضوع، أو الكنيسة أو أي دولة صديقة أو مرجع عربي أو دولي أيا كان، هذا الكلام ينطبق على الجميع. بالتالي هؤلاء القراصنة التعامل معهم هو كخاطفين إذا أرادت أي جهة دولية أن تساعد لبنان. سوى ذلك هذا يمدهم بالأكسجين الضروري للاستمرار، لأنه هني مثل ما بتعرف أنت وأنا بعرف الخريطة الطريق بالنسبة لهم الاستمرار حتى آخر لبناني، يعني التمديد لهذا المجلس النيابي المهترئ، التمديد لرئيس الجمهورية اللي عهده مهترئ، التمديد لكل المنظومة بتبادل سيستم تبادل الخدمات اللي منشوفه بأي لحظة. يعني ترى أنهم يتواجهون شكلا، هو مزبوط مواجهة على الاقتسام بكل أنواع الاقتسام والحصص، أما عند الضرورة وعند أنه الخطر يهددهم جميعا أو يهدد جزء من هذه المنظومة تراهم متحدين ويتفقون على ما يفترض أن يقوموا به ليستمروا. على الأقل فينا نتفق أنه ما نشهد اليوم هو مرحلة انتقالية عم بيمرق فيها البلد وهذا النظام بحد ذاته. اعتبار أنه يعني إنشاء حوار أو القيام بأي حوار بوجود هذه المكونات أو هؤلاء الزعماء هو ربما أكسجين إضافي يسمح لهم بالاستمرار. صحيح. طيب في حال لم يكن التواصل مع أقله حتى هذه اللحظة بانتظار انتخابات النيابية، خيار الوحيد هو مساعدة الجزء غير قليل من اللبنانيين اللي بدهم التغيير الحقيقي بالبلد. المساعدة تثبيت موعد الانتخابات اللي بدهم يطيروه، تأكيد وجود نية لعقوبات أشد أمريكية وأوروبية وعربية ودولية على كل من يعمل على التمديد لرئيس الجمهورية، بدءا من رئيس الجمهورية وفريقه، ما هيك؟ إشعار هؤلاء بأنه التغيير يجب أن يبدأ. ساعتها كل واحد يدبر راسه، إذا بتقلي بيرجع واحد منهم بيجدد بنسبة تأييد من اللبنانيين، ساعتها بيكون الذنب على اللبنانيين، أوكي، بس أنه تقلي أنه يتركوا القراصنة أن يتحكموا بهذه السفينة المثقوبة حتى أنه تغرق نهائي يغرقوا هني وياني، مش هيغرقوا، في قوارب نجاة عندهم، يعني ما اللي رح يغرقوا هني الركاب. فبالتالي يعني عدم إضفاء، يعني إضفاء شرعية على الحكم القائم. أنا بفهم أنه وزير خارجية عربي أو رئيس أجنبي ممكن يتواصل يعمل اتصال تليفوني وبعد برقية تهنئة بالأعياد، أنه هذه ما حدا بيوقف عنده، ولكن التعاطي مع أركان هذه المنظومة كقوة غير فاقدة للشرعية
الشعبية والوطنية، أنا بعتقد هذا موضوع بيكون اللي عم يعمله أي دولة أخرى في هذا العالم عم تعمله، هي عم تمدد لمحنة اللبنانيين. هلأ قبل نستبق نتائج الانتخابات، ولكن الرهان على حصول تغير كبير في يعني ممكن يصير في تغير في موازين القوى أو تبدل نسب معينة بين يعني بين المكونين الأساسيين للمجلس النيابي، ولكن الرهان على تبدل راديكالي أو جذري بالانتخابات النيابية أظن هذا هو الطموح أو المسعى، ولكن على أرض الواقع الاستطلاعات أو الإحصاءات الأولية تشير إلى غير ذلك. في حال لم نصل إلى هذه النتيجة يجب الإقرار بأنه هؤلاء الموجودين اللي حضرتك عم بتسميهم قراصنة هن مفتاح هذا الحل، فبالتالي هل هناك يعني مهرب من يعني التعاطي معهم لما يمثلونه؟ طيب أنا يعني راح فصل بسؤالك سيد آدم لأقول أنه نحن صحيح هناك إقرار بأن هذا المجتمع تعددي، هذا المجتمع تنوعه الطائفي بيلي يعني بيصير التغيير أصعب، لأنه من السهل انه يعني زعماء ربيوا نبتوا بفعل التحقين الطائفي والتحريض الطائفي من الناس على بعضها، من الصعب انك تجردوا من وسائل قوته، يعني بعده عنده وسائله بتمسكه بالسلطه بالاداره بالامن والمنافع اللي موزعه على والمنافع، يعني منظومه منافع كبيره ومنظومه مش بس منافع، منظومه بتقدر تاذي كمان. لهالسبب هذا المقياس نعتبر انه اذا حصل التغيير في هذه الانتخابات بنسبة 30% انا ممكن اعتبره بداية جيدة عكس ما يعني يقال، لانه هذه النسبة هي تخترق كل الحواجز وكل الصعوبات بمجتمع متعدد. ما ننسى اليوم انه هن عاملين عم بيهوشوا الناس على بعضها، يعني هيدي عدة شغل، ما هيك تجي لعند المسيحي بتقول له حقوق المسيحيين وبدوا يأكلوكم المسلمين، بتجي لعند المسلمين سنة وشيعة بتلعب نفس اللعبة المذهبية البغيضة، مش هيك لتعمل تحريض وبتنصب نفسك ديك على الطائفة، وهيدا الديك هو مسؤول انه يباطح الطوائف الثانية تيجيب للناس يعني تيجيب لمن يمثلهم اوهام قوي بانه هني ما حدا بيهددهم، وانه الطرف الاخر بده يلغيهم انا ببطح لكم.